السلام عليكم. تم في بحر الأسبوع الماضي زيارة وزير الصناعة إلى مركب إنتاج إسمنت الذي يقع بولاية أم باقي، مركب سيغوس لإنتاج الإسمنت والتابع لمجمع أجيكا. ويعد مركب سيغوس لإنتاج الإسمنت آخر مركب للإسمنت تم إنشاؤه من طرف مجمع أجيكا، حيث أنه بدأ العملية الإنتاجية في 2018. وللعلم كذلك يخضع هذا المركب لآخر المقاييس الدولية في ما يخص حماية البيئة وتلوث البيئة، حيث أنه فيه مصفات لتصفية كل مخرجات مركب هذا من مادة مواد سامة. إذا يستجيب هذا المركب إلى آخر التعليمات فيما يخص حماية البيئة، وكلف استثمار مبدئي ب 400 مليون دولار. إذا بموجب هذا المشروع تم تشغيل حوالي 450 عامل إذا مباشر. وبمناسبة هذه الزيارة الأسبوع الماضي تم انطلاق عملية تصدير شحنات جديدة تقدر ب 120 ألف طن نتاع مادة كلينكر باتجاه النيجر والسنغال. ويعتبر هذا المركب واحد من بين عدة مركبات تابعة لمجمع جيكا، اللي عنده طاقة إنتاجية إجمالية تاع 18 مليون طن سنويا. وهذا المركب نتاع جيكا الموجود بولاية أم بواقي ينتج حوالي 2.5 مليون طن سنويا من مادة الإسمنت الرمادي، وكذلك ينتج حوالي 500 ألف طن من مادة الكلينكر اللي مطلوبة كتير في السوق العالمية. إذن هذه هي، أترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.